الغرف اللي جنب دي عاوز اجيب زينا. خدتي لحالك ولا حد عطاه لك؟ مش موجود في الصيدليه. طب تعالي. طيب عامل صارف العلاج مش زين حوالي 8 فلوس. موجودين باستمرار. على مدار لا في مستشفى الاخوة المركزي برضو بدون علم مسبق جينا الحمد لله الى حد ما موجود الدكاترة ولو بشكل فيه برضو عجز والعجز خارج عن الإرادة. تكلمنا مع الدكتور على اساس ان احنا الحديث في التخصصات دي نحاول ان شاء الله ان احنا نعرض على السيد وزير المحافظ لتكمله العنصر البشري المهم. انك انت شايف ان هناك مستشفى على احدث طراز موجوده الاجهزه بشكل يعني ممتاز في عجز في الاشعه المقطعيه. احنا في اجتماع المجلس التنفيذي السابق في المحافظة طلبنا باستكمال باقي الأجهزة سواء الرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية. مطلوب برضو بعض الأطباء في تخصصات الصنار والصدر والمسالك البولية والباطنة، وده مهم جدا لأن احنا في خلال مرور هذا لدينا برضو بعض شكاوى المواطنين في هذه الجزئية في الفترة اللي هي من 1 إلى 15 موجود عجز في الدكتور الباطنة. إن شاء الله يكون المعرض على السيد الوزير واستكماله. أهمية المستشفى اللي احنا موجودين فيها حاليا مستشفى الإخوة المركزي تكمن في إنها بتقدم الخدمة العلاجية بشكل لائق للمواطن في مركز الأخير. مركز الكرامي للأطراف يضم في الحدود الإدارية مدينة نخل 11 وحدة محلية قروية متعامة الأطراف ومسافات بعيدة، بالإضافة لأنه برضه بيبقى موجود على الطريق الدولي بيأدي خدمة للسائحين المسافرين سواء في الحج والعمرة ومسافر الطريق بشكل عام. مهم جدا أنه يبقى موجود في المنطقة دي أو في المدينة.